طريقك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أول السالكين معك. رضي الله عن الإمام عطاء الله السكندري، يحسم مسألة تربية القلوب ومسألة العجب والكبر وهذه أمراض القلوب التي تصيب النفس، فيقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عشبا واستكبارا. فلا خير في طاعة تجعلك أيها المسلم تتكبر على عباد الله، لا خير في طاعة ترى نفسك أفضل من عباد الله، وترى نفسك وصيا على المسلمين، وترى نفسك خيرا من عباد الله، وترى نفسك أنك الذي تملك الحقيقة المطلقة. بل الطاعة هي التي تورث في نفسك انخفاضا وخفضا للشجاعة وتواضعا وحبا للخير وحبا للوصول إلى مراتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد يتساءل سائل فيقول: الآن قد أيقنت أهمية تزكية النفس وأهمية تربية القلب، فما أول علامة